أَمَّا السُّنَّةَ مِنْ نَبِيهِ فَمُدَارَاتُ النَّاسِ. الناس أشكال وأرناك، والمؤمن لازم يداري الناس على اختلافهم. فإن الله عز وجل أمر نبيه بمدارات الناس. إذا النبي مأمور من قبل الرب بمدارات الناس، كيف لا يكون المؤمن مداريا للناس؟ فإن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وآله بمدارات الناس، فقال: خذ العفو وأمر بالعرف، دقق النظر وأعرض عن الجاهلين. الجاهل هنا بمعنى السفيه، ضد الحكيم، بمعنى من يضع الأمر في موضعه ولا يضعه في غير موضعه. أعرض عن الجاهلين يعني شنو؟ يعني داره. أكو فرد شعر جميل لفظا ومعنى: ودارهم يعني الناس ما دمت في دارهم، ودارهم ما دمت في دارهم، وأرضهم ما دمت في أرضهم.